اما اشوف ايه اللي شغال في الراديو دلوقتي. ايه ده؟ ايه الاغنيه الزباله دي؟ مالي ابو قناه؟ ايه ده؟ لا لا، ده ما بقاش راديو اقسم بالله. طب والله لا اقفلك. الو الو يا صاحبي، عامل ايه؟ بتقول ايه؟ طب استنى انا هشوف ايه في دلوقتي. ايه في مصر؟ اما اشوف ايه اللي شغال. اذا تصدق ده في احمد ابراهيم راديو. اما ادخل واشوف. الله، حلوه الاغنيه قوي. انا هسيب زيكو دلوقتي. انتوا شفتوا الفيديو ده وايه اللي حصل فيه؟ طب حلو، دلوقتي انا هعلن لكم عن اول قناه راديو تنزل على اليوتيوب. حلو، قناه احمد ابراهيم راديو. حلو، القناه دي في رمضان هتبقى متميزه جدا. هنزل مسلسلات رمضان، وهنزل برامج، وهنزل فوازير، وهنزل حاجات جديده وحاجات قديمه لذكرياتنا بتاعت زمان. ومعاد البرنامج بتاعي اللي هو مواضيع كل يوم ده انا اللي هقدمه دايما، احمد ابراهيم السبونسر بتاع الشان، احمد ابراهيم الشان. انا بس طالب منكم حاجتين، سبسكرايب ولايك للفيديو. وبعد ما تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، انا عاوزكم تدخلوا وتتابعوني وتجيبوا فيوز وتقولوا لاصحابكم وتعملوا شير لكل الناس. البرنامج او القناة هتشتغل، هيتعرض كل أربع وخميس الساعة 8 بالليل. بس النهاردة الحلقة اللي هتتعرض هتبقى الساعة 9:15. هي هتبقى حلقة يعني مش قوية، بس هتبقى حاجة حلوة. لسه هي القناة هتبدأ، أنا بس عاوز كنتوا تتفاعلوا معايا وتشيروا الفيديو ده لأصحابكوا. باي.